ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا ودخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. اللهم صل على خير البرية وفي ذكرى مولد خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في أكبر حدث للغة العربية في إسطنبول، في هذه المناسبة الجميلة، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد ما في أجمل من الاحتفاء، نعرف نتذكر معلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن زلنا للمعرض مشان نسأل الناس معلومات عن الرسول. اللي حيفوز واللي جاوب صح يكسب جائزة رمزية لطيفة من القافية التفاعلية من الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام. يلا معنا. السلام عليكم. السلام. صحنا اجراء مقابلة سريعة. تفضل اخي الكريم. اليوم ذكرى ميلاد مين؟ ذكرى ميلاد سيد الخلق، عظيم الأمة، حبيب الرحمن، ذكرى يعني سيد البشرية. اللهم صل على عليه. الله عليه وسلم. سيد البشرية. نعم. كم سنة بقي يدعو الناس سرا؟ 3 سنوات. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم ذكرى ميلاد من؟ عليه افضل الصلاة والسلام. تعرفوا تاريخ ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله ما بتذكر. طب انا اقول لكم العام ام الشهر والايام؟ عام الفيل. انا احكي الباقي. هو ولد في 12 ربيع الاول من عام الفيل. طب انا ممكن اسالك سؤال ثاني؟ اجازه ما خدها حتى ما جبش علي سؤال. اللهم صل على سيدنا محمد. شو اسماء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا اله الا الله. نتعاون. رقية وام كلثوم. جميل. اللهم صل على سيدنا محمد وفاطمة. جميل. بضل زين عليهم جميعا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة عاش؟ عمر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة كان؟ أو تقول لي عندما هاجر الرسول إلى المدينة كم كان عمره؟ وهاجر بعمر 40، 53 أو 40. هو الرسول بعث وعمره كان 40 عام. نعم. هاجر بعدها ب9 سنوات، 49. الرسول هاجر ليس بعد 9 سنوات. السنة دي. والله الآن 50 51 52 53 54. 4 خيارات. طب نمرة 51. 11 سنة كان. نعيد كمان مرة. شو نعيد؟ جواب يعني غلط. 52. غلط. 53. صح. أنا أول شيء قلت 53 أستاذ. لا قلت يا 40 يا 53. أوكي. حسألك بس سؤال واحد. تعرف كم كان عمر الرسول عند البعث، يعني أول ما نزل على سيدنا جبريل عليه السلام؟ طب أعطيك خيارين، مش 3 ولا 4. 40 ولا 41؟ 40. الله عليك، كنت أخشك لسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ننظر للكاميرا، شو اسمك؟ فاطمة. طيب طالما تذكري لي اسم واحد من اسماء بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء. غشينا، كيف عرفتي؟ عرفت. إذا سماكي والدك على اسم بنت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حتى أمي اسمها فاطمة الزهراء. ما شاء الله. شو أشهر كتاب عن الرسول موجود عندك؟ السيرة النبوية. موجود عندنا. الرسول طالما عندك كتاب السيرة النبوية فتعرف كل سيرة الرسول. كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند البعث؟ 40 عاما. طيب تعرف اسماء بنات الرسول؟ لو تعطيني بس اسم واحد. فاطمة الزهراء وام كلثوم وزينب ورقية. ما شاء الله تبارك الله، تحفظ اسماءهم الأربعة. كم كان عمر خير البشرية عندما توفى؟ 63 عام. قابلت الرسول الآن، ماذا ستقول له؟ ان شاء الله يا رب خلط عنا يا ان شاء الله. يا رب. والله يعني اشتاق وخذني معك الى الجنه وضمني ولا ما بضل ساعه في الدنيا. يا رب. آمين. الله يجمعنا في الرسول ونشرب من كفيه يا رب. لا نضمأ بعده يا رب. امين يا رب. ما بحكي شيء، بس انه بتامل يعني بتامل وبعان انت عمو نفس الشيء. والله هذا السؤال انا عندما وضعت ضمته الاسهل ولكنه الاصعب. أحكي له أتمنى لو عشت في زمانك وليس في هذا الزمان.
جائزتك مقدمه من قاف التفاعليه والهيئه العالميه لمصر النبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. كل عام بخير مره ثانيه. الله يجزيكم خير. وياكم واياك تستاهل. الله يجزيكم الخير. الله يكرمنا يا رب بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم امين. تفضلي. جائزتك. واللهم صل على من؟ على سيدنا محمد. هذه جائزتك. فيها كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ميدالية، فيها هدية ومجموعة كتب أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنت بخير. صل على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. متشكرة جدا 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 على مشكرتك اللطيفة. بس سمعنا هيك مسك الختام صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير. جائزتك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. في ميدالية عليها شعار قاف. تفتحها في الخلف كيو آر. تدخل على كافة منصات التواصل الاجتماعي اللي موجودة فيها قاف التفاعلية. تمام. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. مستمرين. السلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم ذكرى ميلاد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حبيب القلوب وتاج الرؤوس. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم. نبيه وأم رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولد عام الفيل. التاريخ والشهر؟ 12 ربيع الأول. ما شاء الله ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره عند البعث 40 سنة. صحيح. 40 أم 40؟ 40. 40 سنة. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كم عدد أبنائه من الذكور والإناث؟ ممكن أنا أعطيك خيارات. 5 6 7 8 9 7. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب نصور مقابلة سريعة مع بعض. اليوم ذكرى ميلاد من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرف تاريخ ميلاد الرسول؟ بس كيف وجهك للكاميرا، خلي الناس يشوفوا الوجه الجميل اللي انا بنظر له. حبيبي شوف لي. متى كان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن اغش نص الإجابة. 12 ربيع الأول عام صعب. عجبتني. صح. الجائزة. أكثر أكل كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم. طب خلوا الكاميرا. الثريد. هو أول. نعم. أكثر أكل كان يحبه. نعم. الثريد. من أول من أسلم بالرسول من الرجال؟ من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن النساء؟ خديجة زوجته رضي الله عنه. ماذا كان يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول فيها قول إني رزقت حب خديجة. حبها عن خديجة رضوان الله عليها. أعطيني اسمين من بناته. صح. فاطمة. ما أعرف يعني. أم كلثوم. ماذا تريد أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعونا الصلاة على النبي يا شباب. لو قابلته الآن نقول أن الأمة بحاجة ماسة إليه وأننا مشتاقون إليه جدا. وإن شاء الله تكون أنت من الذين قال عنهم الرسول أني مشتاق إليهم، أي أحبابي. إن شاء الله نكون من أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه أنا كثير أني أحب أني أشوفه وهيك يعني ما بعرف شو بدي أقول. مرة كان الرسول جالس مع صحابته فبكى، فسألوه لماذا تبكي يا رسول الله؟ تعرف القصة؟ لماذا كان يبكي الرسول؟ لأنه ما شاف أمته اللي هو ما حتشوفه، حنحبه بدون ما نشوفه نحن. الله يكرمنا بالوقيع. الله يكرمنا بالوقيع. ونرتوي من كفيه رواء لا نضمع به. اللهم آمين. اللهم آمين. بكى الرسول مثلما بكيت الآن وهو في مجلس صحابته رضوان الله عليهم. سألوه لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال إني أشتاق لأحبابي. قال أوليسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال بلى. يعني قال لا، أنتم أصحابي. يعني يا رب نكون نحن من أحباب. آمين. من النساء من أول من أسلم؟ صراحة أنا حغششك. لا والله غششك. هنتقل الجائزة. هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبه، وهي أول نساء الرسول. أول حرف من اسمها خاء. خديجة. ثاني دال. خديجة. كل عام وأنتم بخير.
بس سمعنا صلى على النبي. اللهم صل على محمد. انا غطست وخرجت. هذه جائزتك. تفضل هذه جائزتك سريعا مشان يكمل مع الشباب. هذه هدية بسيطة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة من قافة التفاعلية ومجموعة كتب مقدمة من الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام. كل عام وانت بخير وكل عام وانت بخير. تفضل والدي. دموع غالية جدا صراحة. الله يكرمنا شفاعة الرسول. الله يحفظكم يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا. الله يخلي لك يا رب. مستمرين معكم. بس علي صوتك شوي. اليوم ذكرى ميلاد من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شو اسم الغار اللي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان اسمه غار حراء. أين موجود؟ في مكة المكرمة، بقرب مكة المكرمة. السلام عليكم. كلهم يعملوا هيك. وعليكم السلام. كلهم يعملوا هيك. كلهم يعملوا هيك. مش بس أنا. لا. كلهم. إيش أسوي أنا؟ هيك منظر حيطلع مش لطيف. طيب برجع لورا. يا حبيبنا. صل على الحبيب. اللهم صل على سيدنا. اليوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كم كان عمره عندما توفى؟ 63. إجابة صحيحة. كنية الرسول أبو شو؟ كنية الرسول؟ كنية الرسول أبو كان ينادي الرسول أبو شو؟ أبو القاسم؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. شو اسمك؟ زينب. ما شاء الله، أنت حكيت الجواب. أنا سؤالي أعطيني اسم بنت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. زينب. غير اسمك طبعا. فاطمة. مريم. مش عايشة مرة. 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 النور. من منكما يعرف متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولد في عام الفيل والله أعلم. هو حكى العام، أنت حكى الشهر واليوم. اليوم اثنان. أنا غششك. اليوم 12 ربيع الأول. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعطني فقط اسم فتاة واحدة من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة. لا. عائشة حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجة الرسول، أم المؤمنين. الزهراء. جميل، فاطمة الزهراء. نعم فاطمة الزهراء. اسم آخر ونختم. رقية. لو قابلت الرسول الآن شو تحب تحكي له؟ يا رسول الله ارزقني مرافقتك في الجنة. يا الله. لو كان هو موجود ما كان وضعي. الحمد لله الحمد لله. ما موجود بس ولكن سبحان الله الأمة مذلولة حاليا. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم نكن مذلولين. ونسأل الله أن يبعث فينا قائدا. وقال الرسول في هذا مقال للتفاؤل وللطمأنينة. يقول صلى الله عليه وسلم سوف تكون خلافة على منهاج النبوة. فإن شاء الله قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويبقى الخير في أمتي إلى يوم القيامة. صلي على الحبيب. حاجة استكعام. تفضل. بس سمعنا هيك صلاة جميلة على الرسول. صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي الصلاة والسلام. تفضلي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. هاد فضائية قاف التفاعلية. في الداخل في هدية من قناة قاف عبارة عن ميدالية داخلها QR تبع القناة. افتحوا هاتفكم صوروها. بضلكم كافة ترددات القناة نايلسات وهتبير كمان كافة منصات على وسائل التواصل الاجتماعي. كل عام وانت بخير. تفضلوا. كل عام انتم بخير. تفضل جائزتك. فيها مجموعة كتب قيمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ميدالية قناة قاف التفاعلية. فيها QR. صور الكاميرا وادخل لكافة منصاتنا تلاقي التردد وكل ما تحتاج تعرفه عن قاف. الله يبارك. كل عام انتم بخير. وبهيك خلصنا الحمد لله رب العالمين. مسك ختامنا في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
إن نتذكر خير ما نحتفي به بهذه الذكرى نتعرف على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Come on.